إذا أردت السلام فاستعد للحرب، ويا لها من حرب لا تخمد نارها ولا يختفي دخانها. الرئيس الصيني يصل أولاً لينتظر بوتين وأردوغان، فما هو سر هذا الاجتماع؟ بينما ألمانيا تطلب طلبها الأخير من بوتين، الرئيس الأوكراني يغضب الروس بشروط جديدة، وموسكو ترد. الاستخبارات الأمريكية تكشف سر روسيا الأخطر، وواشنطن تتحضر لمعاقبة بكين ليأتي الرد في سواحل تايوان. بينما وزارة العدل الأمريكية تصادر هواتف ترامب، الهند تحرج بريطانيا بهذا الطلب قبل دفن الملكة إليزابيث الثانية. لهيب المعارك لا ينطفئ. مهلا، إني أسمع هاتف بوتين يرن. نعم، في مكالمة هاتفية استمرت لتسعين دقيقة مع بوتين، المتحدث باسم الحكومة الألمانية المستشار أولاف شولتز يحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حل دبلوماسي يقوم على وقف إطلاق النار وسحب قواته من أوكرانيا، لتكشف وسائل إعلام غربية عن وجود مخاوف أمريكية وأوكرانية من انقسام في أوروبا تجاه التعاطي مع روسيا في ظل تفاقم أزمة الطاقة، لتتفجر هنا شوارع الدول الأوروبية بالمظاهرات والاحتجاجات، والسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. لتدخل على الخط الاستخبارات الأمريكية، حيث رفعت السرية عن تقارير وصفت بالخطيرة تتحدث عن عمليات روسية بعدة دول، وقالت إن روسيا قامت بإرسال أكثر من 500 مليون دولار سرا لحسابات أحزاب سياسية ومرشحين أجانب في أكثر من 24 دولة، والهدف كسب النفوذ فيها والتحكم بالقرارات الداخلية، وعلى رأسها الانتخابات الأمريكية عام 2016، وذلك من خلال استخدام قوة أمنها السبراني ومواقع التواصل الاجتماعي دعما لدونالد ترامب، والذي أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها. ومن الحروب الاستخباراتية تأخذنا رائحة البارود إلى الحروب العسكرية. هنا منصات صواريخ اسكندر الروسية لا ينطفئ لهيبها وتحلق، وأزيز الطائرات الروسية لا يصمت، ولا نعلم ماذا تخبئ تحت أجنحتها. هجوم عنيف على مختلف محاور القتال في جنوبي وشمالي شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تصرح أنها دمرت مراكز عمليات وبنى تحتية عسكرية أوكرانية. يأتي ذلك ردا على الهجوم الصادم للقوات الأوكرانية والذي مكنها من تحقيق تقدم كبير في خاركيف. ليظهر هنا زيلينسكي ومن أمام خط المواجهة مع روسيا، ماذا يفعل هناك؟ هل الهدف إيصال رسالة لبوتين أم ماذا؟ نعم، فقد ظهرت صور للرئيس الأوكراني زيلينسكي أثناء زيارته المفاجئة لمدينة إزيوم الاستراتيجية التي تقع في مقاطعة خاركيف، بينما يظهر هنا العجوز الطاعن في السن الرئيس الأمريكي جو بايدن. من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدما ميدانيا كبيرا، غير أني أتوقع أن تكون العملية طويلة الأمد. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في ولاية الدلاوير أنه من غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحرب تشهد حاليا نقطة تحول أم لا. وهنا نضع ألف علامة تعجب واستفهام. مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي يكشف عن مسودة أمنية تحت عنوان معاهدة كييف الأمنية، تتعهد بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا. تنص الوثيقة على أن الدول الضامنة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، بالإضافة إلى دول شمال أوروبا ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والشرقية. وبموجب مسودة الوثيقة يتعين على الدول الموقعة على الضمانات الأمنية الأوكرانية تقديم المساعدة العسكرية لكييف في حال تعرضها
الاعتداء. وأشار نص مسودة الوثيقة إلى أن الضمانات الأمنية ليست بديلا عن طموح أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو ليأتي الرد من الكرملين. طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سيبقى تهديدا لروسيا. هذه الطموحات تؤكد على أهمية استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية، ليعزز بعدها برد آخر وبلسان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والذي قال: مشروع الضمانات الأمنية هو في الواقع مقدمة للحرب العالمية الثالثة، فإذا استمر الضخ غير المقيد لنظام كييف بأخطر أنواع الأسلحة، عندئذ ستنتقل الحملة العسكرية عاجلا أم آجلا إلى مستوى آخر، وستتبع الحملة العسكرية سيناريو عسكريا خاصا بها يتضمن مشاركين جددا فيه. وتابع ميدفيديف أنه حينها لن تتمكن الدول الغربية من الجلوس في منازلها لتضحك على كيفية إضعافها لروسيا بالوكالة، كل شيء من حولهم سيشتعل حسب تعبيره، ومن رائحة البارود إلى رائحة الغاز الروسي الذي تسبب بمجاعة طاقة في دول أوروبا. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تصرح: العقوبات ضد روسيا باقية ونحن متشبثون بها، ولن نتخذ أي سياسات لاسترضاء موسكو. وكيف ستدفئين الكابتشينو الخاص بك يا أرسولا؟ اجتماع عاجل. إطارات طائرته تحط وتلامس الأراضي الكازاخستانية. نعم، طائرته تشكو من سخونة المحركات، ولكنها ليست أسخن من الملفات التي حملها الرئيس الصيني شي جين بينغ معه وبرفقة كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جي تشي ووزير الخارجية وانغ يي. أظن أن الموضوع أشد خطورة ويرتبط بقرارات مصيرية. حفلة الانتقام لن تكتمل إلا بحضور بوتين، ولا ننسى حفيد أرطغرل. فبوتين يحمل ملفات أوكرانيا والغاز الروسي، وأردوغان يحمل ملف الأزمة السورية وعداوة اليونان، بينما أصحاب العيون الضيقة يحملون ملف تايوان ورقائقها الإلكترونية. اجتماع مرتقب قد يبشر بولادة قرارات تاريخية جديدة تكون كازاخستان هي الأمة الحاضنة لها. برأيكم ما الذي سيخرج به هذا الاجتماع المرتقب؟ طائرات أصحاب العيون الضيقة تتوغل في تايوان، وسفنهم الحربية تقترب من جحيم الحرب. بكين تصاعد وتايبي تستعد، إذ أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن اختراق صيني جديد ب24 طائرة صينية وخمس سفن عسكرية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان، لترد هنا واشنطن وتتحدث عن عقوبات مبكرة الهدف منها ردع الصين عن غزو تايوان. وبحسب ما أفادت وكالة رويترز، تايوان تضغط على الاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة عقوبات محتملة على الصين، وذلك بطلب رسمي من وزير الخارجية التايواني. فهل تلبي واشنطن طلب تايوان أم أنها ستنفذه بعد الغزو كما فعلت مع أوكرانيا؟ تركيا تدخل الحرب. وبعد ولادة هدنة هشة لم تستمر أو تعيش لساعات، ها هي تعلن وفاتها الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا. فقد أظهر مقطع فيديو قصفا أذربيجانيا على مواقع عسكرية أرمينية بمسيرة برقدار التركية. وكانت أذربيجان أعلنت اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة ردا على ما أسمته استفزازات أرمينية. تركيا مستمرة في دعم أذربيجان. هنا المتحدث باسم الرئاسة التركية يؤكد أن الاشتباكات على الحدود الأذربيجانية الأرمينية تبعث على القلق، فيما دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو أرمينيا للاستفادة من فرصة السلام التي أعقبت حرب كارباخ الأخيرة، متهما يريفان باستفزاز أذربيجان ومؤكدا أن بلاده لن تتحرك بمعزل عن أذربيجان.
أذربيجان. أما فيما يتعلق بالصراع مع اليونان، دعا وزير الدفاع التركي خلوص أكار اليونان لأخذ العبر من التاريخ وعدم الدخول في مغامرات جديدة على حد وصفه. برأيكم هل ستؤثر حرب أذربيجان على الصراع التركي اليوناني؟ الأحداث والتطورات. ما بقى عندي شيء اخسره، وصلنا للأخير. هذا ما قالته مسلحة لبنانية اقتحمت مصرفا في بيروت وهددت بحرق نفسها حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة بسرطان. وبعد أن تمكنت من قبض 20,000 دولار، أوقف الأمن العام اللبناني المودعة المسلحة التي اقتحمت المصرف ليظهر هنا أن سلاحها لم يكن إلا لعبة. ولك يا دلع الأزعر اللي بياخد حقه بدراعه. وزارة العدل الأمريكية تصادر هواتف كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجمع معلومات حول تصرفات ترامب في انتخابات 2020 وأحداث اقتحام الكونغرس. مع كل حدث كبير في المملكة المتحدة يظهر فيها التاج البريطاني، تتجدد مطالب الهند بإعادة ماسة كوهنور التي تزين تيجان ملوك بريطانيا منذ عام 1850، حتى زينة تاج الملك البريطاني مسروقة من شعوب أخرى. مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم مسلح شمال جنين. تداولت عدد من وسائل الإعلام خبرا عن مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، وهو ما يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين. فما رأيكم أنتم؟ أوكرانيا تقول شروطها حتى قبل أن تطلبها موسكو ليرد الروس على أمريكا متجاهلين الأوكران، بينما واشنطن تحضر لعقوبات الصين على نار هادئة. فهل سيصمت أصحاب العيون الضيقة؟